السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وحبايبي، أنا بصراحة مخصص القناة هاي عشان السفر وعشان نستكشف أماكن ما شفناها قبل هيك أو ما سمعنا عنها أو ممكن نكون سمعنا عنها بس المفهوم تبعها يكون غلط شوية، مثل الجزيرة اللي أنا موجود فيها حاليا اللي هي جزيرة برمودا. بس عشان الاستفسارات دي كثير إجت عن برمودا وكيف الهجرة لبرمودا وكيف نوصل لبرمودا، وهل يا ترى برمودا بدها فيزا؟ وهل يا ترى انه برمودا بتستحق المعاناة انه نوصل لها؟ طيب خليك معي في الفيديو هذا عشان اشرح لك كل التفاصيل اللي انت حاب تعرفها عن طريق الوصول لبرمودا، كيف ممكن تهاجر لبرمودا، هم بيقبلوا المهاجرين او ما بيقبلوا، وكيف ممكن تلاقي شغل في برمودا. بس بتمنى منكم الدعم، اعجاب ومتابعة للقناة، ويلا بينا خلينا نبلش. بالنسبة لبرمودا، برمودا هي جزيرة تابعة لبريطانيا وتعد من أقاليم ما وراء البحار شمال المحيط الأطلسي، تبعد عن أمريكا تقريبا 1035 كيلومتر، عدد سكانها تقريبا 64 ألف نسمة، مساحتها صغيرة بالنسبة لعدد السكان، يعني فيها في بعض المناطق فيه شوية اكتظاظ سكاني بتلاحظهم خاصة في مدينة الهاملتون اللي هي المدينة الرئيسية للجزيرة وهي مركز الجزيرة الحيوي. طيب برمودا هي بتقبل الهجرة، بدها فيزا؟ برمودا ما بتطلب فيزا من أي دولة من العالم، يعني شو مكان الجواز اللي معاك ما بتطلب فيزا. ليش؟ لأنه طرق الوصول لبرمودا محصورة بثلاث دول فقط لا غير، اللي هي بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. طيب خلينا خطوة خطوة ونمشي معاكم في كل دولة وكيف ممكن نعبر كل دولة، وهل يا ترى مسموح لنا انه احنا نعمل ترانزيت في الدول هاي الثلاث. طيب بنبلش من امريكا. امريكا بتطلب من جميع الدول تقريبا فيزا ترانزيت، وخاصة الدول العربية لازم تقدم على فيزا ترانزيت، بدون فيزا ترانزيت ما بطلع لك تعمل ترانزيت في امريكا، وهي للفيزا بحكوا لها السي 1. طبعا في عدة كاتيجوري او في عدة تصنيفات للفيزا الامريكية، في البي 1 بي 2 اللي هي فيزا السياحة، وفي السي 1 اللي هي مطلوبة منك بس للترانزيت. هاي بتسمح لك انك تقعد في امريكا تقريبا 29 يوم وبتعمل ترانزيت، بس لازم تثبت لموظف الهجرة او موظف السفارة انك انت قادر انك ترايح تصرف على حالك او ملاقي شغل في برمودا او عندك دخل اللي يكفيك انك انت مش بحاجة انك تهرب اول ما توصل، خلينا نقول نيويورك تهرب من المطار، لأنه دائما حتى الترانزيت لازم تعبر الحدود الأمريكية، لازم تعبر الحدود تاخذ الشنطات تعملها تشيك إن أجين وتطلع على الوجه الثاني اللي أنت متجه لها، خلينا نحكي برمودا. هاي بالنسبة لأمريكا، بتقدم للفيزا الأمريكية السي 1 عن طريق أي سفارة في دولتك، طبعا بتعبي الفورم الدي سي 160 وبتعمل الانترفيو وان شاء الله يكون الوضع تمام ويقبلوك ويعطوك الفيزا. هاي بالنسبة لأمريكا. بالنسبة لكندا، الفيزا الترانزيت لكندا تقريبا مجاني، بس لازم تعمل البايومتريك اللي هي لازم تروح على السفارة ولازم تبصم، بدون ما تبصم ما بيطلع لك يعني انك تاخذ الفيزا او ما بعطوك اياها. اما اذا كان عندك البصمه قبل هيك او كنت مقدم للسفاره الكنديه قبل هيك مرفوض او يعني معطينك الفيزا ومنتهي مده صلاحيه الفيزا، تقدر تقدم على الكود اللي اعطوك اياه، لانه صلاحيه الكود تقريبا 10 سنين، تمام؟ فبتقدر تقدم عن طريق الكود هذا، يعني مش بحاجه انك تروح على السفاره وتعمل التبصيم او البايومتريك. هاي بالنسبة لكندا. بالنسبة لبريطانيا، بريطانيا تقريبا هي أسهل وجهة ممكن، يعني احنا من دولنا العربية انه نوصل لبرمودا، لأن الترانزيت فيها مسموح لبعض الدول. طبعا أنا راح أحط في صندوق الوصف في الديسكريبشن مواقع بتبين لك انك انت بحاجة فيزا ولا مش بحاجة فيزا. طبعا بالنسبة للمواقع اللي لازم تبين لك انك انت بحاجة فيزا، خليكم منتبهين يا اخوان انه لازم تكون مواقع حكومية رسمية .gov، بدون هيك ما تحاول يعني او ما تحاول يعني تدفع لهم فلوس او ممكن ياخذوا منك بطريقة معينة او يستدرجوك، لانه كلها عمليات نصب واحتيال وهم بيستهدفوا الفئة اللي بحاجة الهجرة، تمام؟ فخليك صاحي، خليك منتبه. انا راح احط موقع للحكومة البريطانية، الموقع الرسمي، وبتقدر انت تدخل عليه وتشوف انه انت بحاجة فيزا او مش بحاجة فيزا،
هو يبين لك حسب جنسيتك وحسب انت الهدف من زيارة بريطانيا، سواء ترانزيت او خلينا العمل، خلينا نقول للدراسة، ببين لك كل التفاصيل اللي انت بحاجتها. قال يا ترى انك ممكن تعبر البوردر بحاجة انك تعمل تشيك اوت للحدود عشان تاخذ الشنتات او لا. طيب بالنسبة للترانزيت الامن او للمسموح للدول تعمل ترانزيت بدون فيزا، مثلا الاردن، الاردن ما بدها فيزا للترانزيت بالنسبة لبريطانيا، بس لازم يكون عندك نفس شركة الطيران اللي بتاخذك من الاردن نفس شركة الطيران اللي راح تاخذك من بريطانيا. يعني خلينا نضرب مثال، انت جاي على برمودا عندك ترانزيت في بريطانيا لمدة خلينا نقول اقل من 24 ساعة، لازم الطيران اللي باخذك من عمان نفس الطيران اللي بياخذك من لندن لبرمودا. يعني خلينا نحكي انت طالع بالبريتش ايرويز او الطيران البريطاني الملكية البريطانية، تاخذ من تاخذك من مطار الملك علياء لمطار هيثرو في لندن، في نفس المطار لازم يكون انتبه نفس المطار، ما بيطلع لك تغير المطار، لانه تغير المطار بدك فيزا، فيزا ترانزيت في العبور بيحكوا لها بيسمحوا لك يومين، طبعا بتقدر تقدمها كمان عن طريق السفارة. تطلع من هيثرو كمان في البريطانية لبرمودا. يعني لاحظ عشان موظف التشيك ان او خلينا نحكي اللي بيعمل لك ادخال للطيارة في مطار الملك علياء، هو يبين عند الوجهة النهائية وين الوجهة النهائية عندك، تمام، ولازم هو بدخلك على نفس شركة الطيران فيبين انه برمودا. بينما اذا كانت شركة طيران ثانية بتاخذك من هيثرو من لندن لبرمودا، يعني هو ما ببين عنه، فهو ببين عنه بس انك انت طالع على بريطانيا، فبطلب منك الفيزا او ما بخليك تطلع الطيارة، تمام. هاي بالنسبة لبريطانيا، وهذول هن الثلاث طرق الوحيدات اللي ممكن انت توصل لبرمودا. برمودا يا اخوان زي ما يعني مش زي احنا متخيلين، يعني خلينا نحكي في كثير ناس على اليوتيوب شرحوا عن برمودا وبيحكوا لك انه برمودا سهل انك توصل لها، وكثير يعني ناس وصلوا لها والجزيرة كثير رخيصة، وهذا الحكي كله غير صحيح، او بيحسسوك انك اول ما توصل والله بيستقبلوك في الجواز السفر بيقول لك تفضل هاي انت برمودي. هذا الحكي كلياته مش موجود وكله ما له اساس من الصحة. طبعا انا راح احط كمان موقع الحكومة الرسمية لبرمودا في صندوق الوصف عشان انت تفوت عليه، وبتقدر تضغط خيار الترجمة عشان يترجم لك اياه بالعربي اذا انجليزيتك مش يعني بس بزيادة. لغة البلد الرسمية هنا اللي هي الانجليزية كونها تابعة لبريطانيا. طبعا اللغة الثانية وهي مش مطلوبة منك اللغة البرتغالية، لانه اغلب الناس كل الناس تقريبا بيحكوا بالانجليزي، وين ما تروح كلها في الانجليزي، حتى المواصلات، حتى يعني في السوبر ماركت كله انجليزي بيتعاملوا معك، ما حدا بيحكي البرتغالي غير السكان الاصليين اللي كانوا ايام الاستعمار البرتغالي، هم بدرسوا اتوقع في المدارس اللغه البرتغاليه. طيب بالنسبه للهجره، بتقبل الهجره؟ هي بتقبل الهجره، بس زي ما حكيت لك هي مشكله برمودا في طريق الوصول لها. يعني ما في طيران عن طريق اوروبا بيطلعك من برمودا، تمام، بيجيبك لهون او من تركيا خلينا نحكي، او من الدول السهله، لانه بس هذول الثلاث دول يجيبوك على برمودا اللي هي الولايات المتحده، كندا، وبريطانيا. عشان هيك يعني الجي شويه صعبه، بس بما انك انت امنت الطريق الوصول لهون مش بحاجه فيزا، يعني كونك انت جاي كسائح بيسمحوا لك اتوقع 90 يوم تقيم هون 3 شهور في برمودا. برمودا كثير غالية يا اخوان، يعني بشكل مش طبيعي، خلينا نعدها تقريبا من اغلى الدول في العالم. غلى المعيشة هنا يعني بخلي السكان الاصليين يشتغلوا شغلتين او ثلاثة عشان يقدروا يعيشوا اولادهم، غير هيك ما بتزبط معهم، لانه كثير غالية، كثير يعني فوق ما تتصور. يعني انا مصروفي خلينا نحكي الشهري بس اكل، يعني بدون اي شيء ثاني، بس عشان تاكل، واكل بسيط مش انه اكل يعني خلينا نحكي واو، بكلفك تقريبا 500 ل 1000 دولار. يعني انت تقارن دخلك بالنسبه لاجار البيوت هنا، البيوت تقريبا بالغرفه الواحده من 700 ل 1500 دولار. يعني انت كمان بتقارن في قديش مثلا اذا اجاك عرض في برمودا، بتقارن فيه الراتب انه يعني بيزبط معك او ما بيزبط معك، شو بتقدر توفر. يعني مصروفك خلينا نحكي في الشهر بين ال 2000 وال 2500
تقريبا حتعيش عادي يعني، وتقدر تضغط حالك يعني شوية وتوفر أكثر. هذا الإشي برجع لك أنت بحسب ما أنت مصاريفك. يعني أنا بعرف ناس كثير هنا وبياخذوا رواتب عالية بس ما بوفروا منها شيء، وبعرف كمان ناس كثير بياخذوا رواتب متدنية بس بوفروا تقريبا 80% من الراتب. هاي بترجع لك أنت بحسب اقتصادك وحسب هدفك ليش جاي لهون، هل يا ترى عشان توفر ولا عشان الجنسية؟ بالنسبة للجنسية هذا موضوع ثاني، بالنسبة للجنسية انك انت هون الجنسية صعبة او خلينا نحكي مستحيلة. عشان تاخذ اللقب هون لازم تكون لك 20 سنة او الحد الادنى، او تكون متجوز برمودية، يعني بدك تدور على وحدة وتتجوزها عشان تقدر تكمل هون، او ممكن يعطوك الاقامة وتقعد معها 10 سنين. خلال ال10 سنين هذولا اذا شافت اي اشي ما بيعجبها بتقول لك باي باي، مع السلامة، انتهى الموضوع. خلينا نحكي يعني انت صبرت وضغطت على حالك 9 سنين، وفي السنة التاسعة صارت مشكلة بينك وبينها، قالت لك خلص انتهى كل شيء، كل شيء بتكنسل بترجع من الصفر. يعني الوضع يعني خلينا نحكي بدها شوية مغامرة وبدها شوية تحمل عشان تقدر تحصل على الجنسية هنا. وجنسيتها كمان بتأهلك انك تاخذ الجواز البريطاني كونها تابعة لبريطانيا، او خلينا نحكي من اقاليم ما وراء البحار البريطانية. يعني مجرد ما اخذت انت الجنسيه والجواز هنا بتقدر تقدم على الجواز، بتقدر تقدم عفوا على الجواز البريطاني وبتقدر تاخذه بكل سهوله. طيب انا كيف وصلت لبرمودا؟ انا وصلت لبرمودا عن طريق اني انا من شغل، والشغل نفسه هو صاحب العمل قدم لي على اقامه في برمودا، مش اقامه خلينا نحكي، او تصريح عمل خلينا نحكي عفوا، تصريح عمل قدم لي على تصريح عمل، واجيت عن طريق امريكا. طيب كيف اجيت عن طريق امريكا؟ انا اخذت تصريح العمل وقدمت على السفاره الامريكيه انه انا معي تصريح عمل وانه انا رايح على برمودا وراح اعمل ترانزيت، فكانت الامور سهله والحمد لله يعني، واعطوني الفيزا. واجيت عن طريق نيويورك كونها هي اقرب منطقه لبرمودا، وارخص تذاكر طيران تيجي عن طريق امريكا، لانه الطيران البريطاني كثير غالي بشكل مش طبيعي. يعني انا من المنطقه اللي كنت فيها لا برمودا كانت تذكره الطياره عن طريق بريطانيا 3000 دولار بس، عن طريق نيويورك 400 دولار فقط لا غير. شايف الفرق قديش؟ يعني بتحكي عن 2600 دولار فرق بالنسبه انك تيجي من بريطانيا او تيجي من امريكا. فانا بنصحكم يعني بحصل على عمل او عقد عمل في برمودا انه يقدم على فيزا ترانزيت لامريكا، واذا حصل عليها يعني بتكون توفرت عليه كثير، ووفرت عليه خلينا نحكي مرمطه ووجع تراس وفلوس كمان، وسهوله التنقل كمان عن طريق امريكا بتكون احسن بكثير من بريطانيا او من كندا. طيب بالنسبه للشغل في برمودا، كيف ممكن تلاقي شغل في برمودا وكيف ممكن تحصل على تصريح عمل في برمودا؟ برمودا يا اخوان لازم انت تدور على التخصص اللي انت بتخصصه او مجال عملك، دور على الشركات اللي بتتيح فرص عمل لمجال عملك انت. مثلا خلينا نحكي انك صيدلي، بتدور شو ممكن الصيدليات او شركات الصيدله، او انت طبيب شو المستشفيات شو العيادات في برمودا، وعن طريقها بتقدر تقدم، تنزل على كارير على الشركه نفسها، على موقع الشركه كارير، بتقدر تقدم محاسبة اكاونتنج. يعني في كثير وظائف مطلوبة هون كطباخ مثلا، يعني كثير بتلاقيها، وخاصة بتلاقي على اللينكد كمان، راح احطه في الديسكربشن في صندوق الوصف، ممكن تلاقي شغل بناسب تخصصك انت بتقدم عليه. اذا حكى معك صاحب العمل او عملوا معك انترفيو وبعثوا لك عقد العمل، بيطلبوا منك كمان اوراق رسميه، كلها بتبعثها عن طريق الدي اتش ال او الفيدكس او البريد السريع خلينا نحكي، كلها لازم تكون نسخ اصليه تبعثها، وبتقعد تقريبا حسب الورك بيرميت خلينا نحكي او تصريح العمل اللي بيقدموا لك عليه، ممكن من 6 اسابيع لثمان اسابيع بتكون طالع الفيزا. طبعا مجرد ما اخذت انت الفيزا بتقدر تقدم على الفيزا الامريكيه ترانزيت، وبتكون سهله جدا. إذا أنت معك شغل أو عقد عمل في برمودا بتقدر تقدم عليه، إذا ما يعني رفضت لأسباب خلينا نحكي سياسية، الأمور بتكون سهلة إن شاء الله. بتمنى إني جاوبت عن جميع استفساراتكم، واللي عنده أي استفسار ثاني يا أخواني يكتب لنا في التعليقات، وإن شاء الله برد عليكم في أقرب وقت.
بتمنى منكم يا اخوان الدعم، اعجاب ومتابعه للقناه وشيروا الفيديو عشان اكبر عدد يستفيد منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.